ابتدي يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي everybody, my name is نبتدي ولا نستنى شوية؟ ماشي تمام يا دكتور, اتفضل. طيب اوكي. هو غالبا انا عشان مسجل الصوت فهيطلع الصوت على كل سلايد. انا غالبا عملت ابلود للفيرجن اللي بصوت, بس خلاص بقى مش هرجع اعمله تاني, مجرد بس هبقى اعمل ميوت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين, وان شاء الله تكونوا قضيتوا اجازه عيد سعيده. انا المحاضره ليكم النهارده على الابر جي اي بليدنج. انا عامل المحاضره دي على جزئين, بارت 1 وبارت 2. انا عملت دلوقتي اللي هنتكلم اللي هو البارت 1 اللي هو النون فيريسيال ابر جي اي بليدنج, والجزء الثاني اللي هو البارت 2 يبقى الفيريسيال ابر جي اي بليدنج. زي ما اتفقنا على كل المحاضرات اللي بنتكلم فيها ان احنا بنبتدي ب learning objectives. ايه اللي انا عايزه من المحاضره دي؟ ايه learning objectives بتاعتي من المحاضره دي؟ definition, دي مهمه جدا, هنتكلم على شويه definition عشان بنتكلم نفس اللانجوج. clinical assessment للpatients اللي جاي, هل في classification لل upper GI bleeding؟ هل في ريسك ستراتيفيكيشن؟ يعني لو جالك عيان بينزف في الامرجنسي روم ازاي تعمل له؟ دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا. الريسك ستراتيفيكيشن مش في الابر جي اي بليدنج, من حاجه من الحاجات المهمه في كل الديزيزز. يعني حتى لو جالك عيان سسبكتد تو هاف كوفيد 19 انفكشن لازم تعمل له اسسمنت اند ريسك ستراتيفيكيشن. مين اسيمتوماتيك؟ مين عنده مايل كيس؟ مين عنده مودريت كيس؟ مين سيفير كيس؟ مين كريتيكال كيس؟ مين محتاج فور اكزامبل في الكوفيد 19 هوم ايزوليشن لو كان بوزيتيف؟ مين محتاج هوسبيتال ادميشن؟ مين محتاج اي سي يو ادميشن؟ فالريسك ستراتيفيكيشن ده في اي ديزيز. عيان جالك في الامرجنسي روم بابر جي اي بليدنج لازم تعمل له ريسك ستراتيفيكيشن عشان تعمل اسسمنت. مين العيان اللي تدخله المستشفى؟ ولو دخلته تدخله الوارد العاديه ولا تدخله اي سي يو؟ مين العيان اللي تقول له لا امشي النهارده وتعالى في عياده الجهاز الهضمي يوم السبت او يوم الثلاث او بعد يومين؟ فالريسك ستراتيفيكيشن ده من ضمن الحاجات المهمه. بعد كده المانجمنت, والمانجمنت هنا هيتقسم الى كذا حاجه, في ميديكال مانجمنت, اندوسكوبيك مانجمنت, راديولوجيكال مانجمنت, وسيرجيكال مانجمنت. يبقى دي الليرنينج اوبجكتيف او الاي ال اوز اللي هم الانتندد ليرنينج اوبجكتيفز بتاعه المحاضره. So let us first start with some definition. طيب هيماتيمسيس يعني ايه؟ هيماتيمسيس بنتكلم دلوقتي على الديفينيشن. هيماتيمسيس يعني ايه؟ يعني vomiting of blood. امال هيموبتسيس يعني ايه؟ هيموبتسيس is coughing of blood. ففي سؤال دايما في الكلينيكال لما تقول له عندك جاي vomiting of blood اقول لك يعني ايه؟ تقول لي هيماتيمسيس, اقول لك طب الهيموبتسيس يعني ايه؟ يبقى هيموبتسيس is coughing of blood, هيماتيمسيس is vomiting of blood. وبعدين نتكلم على الميلينا اللي انا اقول لكم عليه في السلايد اللي جاي اللي هو passing of black tarry stool. black tarry stool by the way, hematemesis وميلينا الاثنين بيعنوا upper GI bleeding, بالرغم ان العيان بتاع الميلينا ده بيقول لي ان في passage of black tarry stool per anus per rectum, لكن it means upper GI bleeding. امال اللور GI bleeding ده حاجه ثانيه, مش هديها لكم المحاضره النهارده, غالبا في حد ثاني يديكم المحاضره دي, اللي هو fresh blood او بيسموه برايت ريد بلاد بالريكتوم, ده معناه لوور جي اي بليدنج. يبقى هيماتيمسيس از فوميتنج اوف بلاد, تفرقه من الهيموبسيس اللي هو كافينج اوف بلاد. ودي في اربع خمس حاجات ممكن نفرقهم بيها. ده في الكلينيكال غالبا بيبقى السورس اوف هيماتيمسيس بيبقى بروكسيمال تو ذا ليجمنتس اوف ترايدز. الليجمنتس اوف ترايدز ده بيكروس الديسندنج ديودينم, فبيبقى غالبا اي كوز اوف هيماتيمسيس ان ذا ماجورتي اوف كيسز جاي بروكسيمال للليجمنت اللي هو يعني معناها انه من الديدنم وانت طالع. فممكن يبقى فارينجيال كوز, ممكن يبقى اسوفيجيال كوز, ممكن يبقى جاستريك كوز, ممكن يبقى ديدنال كوز. الجي اي بليدنج بلو ديدنم ريرلي انتر ذا ستومك, غالبا الكونتراكشن في الجي اي تراك ماشيه من بروكسيمال لديستر, لكن نادرا نادرا ان البلد يمشي في الاوبوزيت دايركشن لو في ماسيف بلد, ويمشي يرجع من الديستال جي اي للديدنم للاستمك والعين يفومن. فيري 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 انلايكلي. لكن الماجورتي اوف كيسز الكوز بتاعت الفوميتنج اوف بلاد بتبقى بروكسيمال تو ذا ليجمنتس اوف ترايدز. اللون الفوميتس نفسه بيعتمد على كذا حاجه.
بيعتمد على الكونسنتريشن اوف اتش سي ال، يعني بيعتمد على الديوريشن اوف كونتاكت وذ اسيد. الشورت ديوريشن بيبقى البرايت الريد، الكالر اوف ذا فوميتس بيبقى ريد كالر. اللونج ديوريشن بيبقى دارك ريد براون اور ايفن بلاك اور كوفي جراوند اميسس. يبقى لو كان الهيماتيمسيس فوميتنج اوف بلاد لونه بيبقى ايه؟ ممكن يبقى برايت ريد. برايت ريد لو بروكسيمال، لو اكتر في الاسافجس، لو ما نزلش الاستمك، او الكونتاكت تايم مع الاستمك مع الاسيد اللي في الاستمك فيري شورت، او عيان بياخد ماسيف اسيد سبريشن فما فيش تو ماتش اسيد. طيب غير البرايت ريد او اللي هو معروف، ممكن يبقى دارك ريد او ممكن يبقى براون اللي بيسموه كوفي جراوند اميسس. كوفي جراوند عامل زي القهوه زي البن، ده اللي بيتسمى الكوفي جراوند اميسس. تو ذا اكستنت انه لو قعد الدم في الاستمك فتره طويله بيبقى ينزل لونه اسود، بيتسمى بلاك اميسس، ده حتى الاسم يعني. لكن in the majority of cases بيبقى either bright red or dark brown or coffee ground emesis، لكن it might even become black. ميلانا. طب أما الميلانا يعني ميلانا زي ما قلت لكم كده black tarry stool، بيبقى كمان طول العين اسود وبيلمع عامل زي البلاك، زي لما يكون حد بيرصف في الشارع كده بيبقى بيلمع. ستيكي لوز وذ كاركترستيك فيري اوفنسيف اودر. اي ستول اوفنسيف لكن فيري فيري اوفنسيف اودر. ال اتش سي ال اكت اون ذا هيموجلوبين تو برودوس هيماتين اند ذيس از وات از جيفينج ذا بلاك كولر. يوزوالي ميلانا ات فولوز هيماتيمسيس، فيري ريرلي ات بريسيدز هيماتيمسيس. يعني غالبا العيان اللي جايب ابر جي اي بليدنج يقولك انا رجعت دم وبعدين البراز اسود. لكن كمان احيانا لو البليدنج السبيد بتاعته قليله او ما هوش سيفير او ما هوش ماسيف، بالذات لو كان في الديستال ديودينم، يبتدي يحصل ميلانا فالعين يجي لك ببلاك ستول. النقطه اللي قلتها وهقولها تاني ان الميلانا ات مينز ابر جي اي بليدنج، يبقى بوث هيماتيمسيس اند ميلانا الاثنين سجست بروكسيمال سورس اوف ذا بليدنج اند بليدنج فروم ذا اسوفاجس ستومك اور the duodenum. طيب علشان العيان يجي يقول لك ان هو he passed single melina stool melina، يبقى at least he should lost 60 milliliter of blood. يبقى عشان يبقى عندك attack of melina يبقى لازم يكون 60 milliliter of blood. عشان كده احيانا لو كمية اقل من كده هتلاقي العين عنده اوكل بلود في الستول اللي هو تو بي تيستد بطريقه مختلفه. طيب غالبا الناس اللي جايه قلنا غالبا بيجوا بهيماتيمسيس فولود باي ميلانا، لكن ميبي الابر جي اي بليدنج يبريزنت بس بميلانا، وبعد الميلانا مطروح كمان هيبقى الاوكل بلود ان ستول ات ريمينز بوزيتيف فور ويكس وذ نورمال ستول كلر. في حاجة هنا بالنسبة لي بتبقى مزعجة جدا، انه احيانا الاقي عيان جاي بيشتكي من فريش ريكتال بليدنج، وتلاقي الدكتور او النايب او اللي شافه في الامرجنسي طالب له اوكل بلاد ان ستول. This is not justified. عيان جاي بيقول لك انا اي باست بلاد، تعمل له اوكل بلاد؟ هو شاف بعينيه دم، هو رجع دم او شاف بلاك ستول. الاونلي انديكيشن انك تعمل الكلام ده لو انت شاكك ان البلاك ستول دي سببها حاجة تانية مش دم. زي ايه بقى؟ كويس؟ احيانا زي الدراجز. انا لسه ده حصل معايا امبارح، عيان بعالجه من اتش بايلوري، he did not respond to the standard therapy، كتبت له علاج اسمه بايليرا. عارف البايليرا يا احمد مندور؟ anyway احمد يمكن مش موجود، انت سامعيني طيب؟ ايوه سامعين حضرتك. اوكي. الباليرا ده دواء فيه انتي باركس، ثلاثة انتي باركس من ضمنهم البيزمس سبستريت. فالبيزمس سبستريت ده بيخلي فيه بلاك ستول. احيانا بعض المشروبات زي احنا طالعين من رمضان زي الليكوريس، الليكوريس اللي هو العرقسوس يخلي بلاك ستول. زائد الكومن اي حاجة فيها حديد. يبقى لما تلاقي عيان جاي بيشتكي لك من
overt blood, overt يعني واضح. There is no يعني justification ان اطلب له اوكل بلاد الا لو انا شاكي ان البلاك ستول ده سببه حاجه تانية مش النزيف. Further investigations. طيب احنا قلنا 60 مللتر اوف بلاد هي برودوس 1 اتاك اوف مالينا. طب نيجي بقى على حكايه الهيمودايناميك انستابيليتي. لو واحد فقد less than 500 مللتر اوف بلاد يعني فقد اقل من نص لتر، نص لتر يمثله تقريبا 10% اوف هيز بلاد. لو قلنا انه 5 لتر الدم كويس 500 مللتر 10% there is no detectable physiological changes exception في الناس ال elderly patient وال anemic patient. لكن غالبا الناس ال healthy اللي مش في ال extremes of age when they lose 500 مللتر of blood you will not be able to detect physiological changes. زي ايه ال physiological changes دي بقى؟ كويس اللي انا هقولها في السلايد اللي بعدها. طب لو حصل loss of 1000 مليلتر of blood يعني كده loss of 20% يعني لو واحد فقد 20% من دمه بيعمل changes اسمها orthostatic. يعني ايه orthostatic؟ orthostatic يعني لما تيجي تعد البلس بتاع العيان ده وهو supine وبعدين وهو في eric position تلاقي ان البلس بيزيد 20 beats per minute وتلاقي ان systolic pressure بيقل 10 to 20 millimeter mercury. يبقى الأورثوستاتيك ده ممكن يبقى أورثوستاتيك فور بلس، ممكن يبقى أورثوستاتيك فور بلاد بريشر. ولو العيان ده أورثوستاتيك يبقى أعرف إن في significant volume loss. علشان كده من أهم الحاجات اللي بنعمل لها assessment لو العيان جاي لك في الإمرجنسي روم أو جاي لك حتى في عيادتك، المفروض العيان بتاع البليدنج ده ما يجيش في عيادة، ده يروح الإمرجنسي روم، إنك أنت تقيس للعيان ده النبض والضغط وهو نايم وهو سوباين وهو إريكت. لو العيان البلس بتاعه زاد اكتر من 20 لما يقف والسيستوليك بريشر قل اكتر من 10 تو 20 مليمتر مركي اعرف العيان ده اورثوستاتيك يعني عنده سيجنيفيكانت بلاد لوس يعني هي لوست ات ليست 20% اوف هيز بلاد. امال العيان لو فقد 2000 مليلتر اوف بلاد دول يعني كام في المية؟ كم في المية حد يقول لي كده عشان نخليها انتر اكتف؟ انتوا عارفين ان انا بحب اخلي المحاضرات انتر اكتف. فلو الدم 5 لتر والعيان فقد 2 لتر 2000 ملل يبقى ده فقد قد ايه في المية من دمه؟ About 40% يعني؟ نعم؟ About 40%؟ 40% علي بالظبط كده لانه 5 لتر فيبقى العيان اللي فقد 40% ده هيبقى عنده شاك. فالعيان ده جاي لك بقى بكل المانيفستيشن بتاعت الشاك، التاكيكارديا، التريدي بالس مش قادر تعده، السويتنج، ماركت هايبوتنشن، ده مش محتاج تعمل له اورثوستاتيك ولا تقيس العيان. بيقول لك العيان جاي لك شاك تقول لي انا عايز اقيس له البالس والبلاد بريشر وهو نايم وهو واقف، هتعرف توقفه ازاي؟ ده لو وقفته هيقع منك. فاحيانا احنا يعني بلاقي حاجات تتاخد على ال بالسنس يعني. اقول لكم حاجه فيري فاني، واحنا في الامتياز وانا ما كنت في الامتياز من سنين طويله فكنا بنلف على امراض النساء. فواحد من زمايلي واحنا في اوضه الولاده وكنا في مستشفى يعني طول ما احنا قاعدين ستات داخله بتولد يعني كانت تقعد في الشيفت تولد مثلا 20 ست 25 ست. فكنت انا وهو انا بولد واحده وهو بيولد واحده في اوضه كبيره في عنبر كبير والنايب موجود بيعمل سيزيريان سكشن. فلقيته بيقول لي سامح الحقني الحقني. فقلت له في ايه انا مشغول ام بيزي يعني؟ قال لي ات سيمز ان البيبي اللي انا بولده ديد. فانا سبت البيبي اللي معايا للنيرس ورحت جري عليه لقيته بيحاول يحس البلسيشن بتاعه الامبليكال كورد فمش قادر يحس البلسيشن بتاعه الامبليكال كورد. فقال لي سامح الولد ده از ديد ام نوت ايبل تو فيد بلسيشن بتاعه الامبليكال كورد دي واحده من الساينز ان البيبي از فاين. قلت له بس ديد ازاي الولد بيعيط الطفل بيبي بيعيط هيكون مات ازاي يعني؟ فهو طبعا كان قص الكورد. بعد ما قص الكورد انت بتحس بالسيشن في الكورد لو لسه كونكتد للمادر للبلاسينتا كويس. لكن بعد ما قطعه هيحس بايه يعني؟ فبيقول لي البيبي ده لان هو شايف انه لازم يحس البالسيشن بتاعه الكورد. فنرجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه انه لو واحد شق يعني he lost 40% of his blood يعني he lost 2 liters out of 5 liters
هل محتاج اعمل له اشوفه اورثوستاتيك ولا لا، اقيس له البالس والبلاد بريشر وهو نايم وهو قاعد؟ طبعا لا. ده من العيان دول جايين بكونكومتنت سيمبتومز لايت هيدنس سينكوبال اتاك نوزيا سويتنج ثيرستي. طيب what are the common causes of upper GI bleeding? The commonest causes variceal bleeding. الفيروسز دي ممكن تبقى اسوفجيال اور جاستريك ألسر، وده او جاستريك متاسف جاستريك فيروسز، ودي هتكلم عليها في السكند بارت بتاع الفوليوم بتاع المحاضره. ممكن يكون بيبتيك ألسر ديزيز، وكلمه بيبتيك ألسر ديزيز تعني انها ممكن تكون جاستريك ألسر وممكن تكون دودينال ألسر. ممكن تبقى إيروجنز. إيه الفرق بين الإيروجن والألسر؟ الإيروجن is a milder form of ulceration. بالضبط أنا بشبهها بإيه؟ لو واحد بيحلق دقنه، أحياناً بعد واحد بيحلق دقنه يلاقي نقط كده فيها دم على خده مطرح معور نفسه، ومش عامل جرح يعني wound، مش عامل في جرح، لكن دي اسمها إيروجن. تلاقي حاجات نقط كده بني حوالين خده مطرح ما حلق. لكن الألسر تعويرت بالضبط كده. فالإيروجن is a stage in the ulcer like it's a mild form. المالري فايس تير اللي هو عبارة عن تير بيحصل عند الأسواق جاستريك جانكشن نتيجة السيفير فوميتنج، بيحصل أكتر مع البريجنانسي، وبيحصل مع أي سيفير فوميتنج لكن مع البريجنانسي بالذات في الفيرست تريمستر. أحد الأسباب التانية للأبر جي أي بليدنج المالري فايس تير، متأسف الأنجيو ديسبليزيا والإي في إمز. اسمعوا كلمة الإي في إمز ده من تعودوا تحتاروا حكاية تحفظوا حكاية الاختصارات، بالذات اللي ناويين يسافروا بره. مش حد يقول لك ارتيريو فينوس مال فورميشن، اسمها لا اسمها اي في امز كويس. واخر حاجه المالجنس. يبقى الكومنست كوزز اوف ابر جي اي بليدنج فيروسز سواء اسوفجيال او جاستريك فيروسز، بيبتيك ألسر ديزيز سواء جاستريك او ديدينال ألسر، جاسترو ديدينال ايروجن اللي هي مايلدر فورم اوف ألسريشن، مالري فايستر، انجيو ديسبلازيا، ارتيريو فينوس مال فورميشن، اند مالجنسي. جاست غالبا البليدنج بتاع الفيروسز بيبقى abrupt sudden وماسيف بليدنج. غالبا العيان، مش غالبا العيان ده بيبقى عنده underlying cirrhosis وبورتال هايبرتنشن. لكن بي كيرفول من القصه دي. فانت لو جالك عيان عنده هيماتيمسيس في الابر في الامرجنسي روم، وانت بتكشف على العيان ده في الجنرال اكزامينشن لقيت عنده جاندس، شفت ايديه لقيت فيه بالمر اريثيما، شفت صدره لقيت فيه سبايدر نوفاي، تشوف بطنه لقيت فيه اسايتس، بتشوف الليفر لقيت الليفت لوب مش محسوس والرايت لوب محسوس وفيرم والريجولر، السبلين انلارجد، يبقى العيان ده عنده ليفر كرونيك ليفر ديز، عنده ليفر سيروزس. يبقى غالبا البيشنت ده بينزف من ايه؟ بينزف من فيروسس. لكن بي كيرفول بي كيرفول، 25% of cases of liver cirrhosis they have other source of bleeding like erosive gastropathy and peptic ulcer disease. يبقى بالرغم ان انا الناس اللي عندهم viruses 25% منهم هتلاقيهم بينزفوا من peptic ulcer disease سواء gastric ulcer او duodenal ulcer. فما تراهنش ان ده 100% هيكون esophageal disease. لكن ده بيديك انطباع، لان انت هتعمل ميجرمنت زي ما هاجي في المانجمنت هقول لك لو انت سسبكتنج فيروسيال بليدنج بتعمل ايه لحد ما تكونفيرم الدايجنوزس، لو انت سسبكتنج نون فيروسيال بليدنج بتعمل ايه لحد ما تكونفيرم الديزيز. لكن مبدئيا انه في الاكزامينشن سواء الجنرال اكزامينشن او اللوكال اكزامينشن يو كان سسبكت ان البيشنت ده عنده ليفر سيروزس وعنده استجماتا of portal hypertension. لكن be careful ان 25% of those patients in spite of the fact that they are having cirrhosis and they are having varices they would be bleeding from non-variceal cause من gastropathy من peptic ulcer disease. تمام. طيب peptic ulcer disease ulcer يعني ايه؟ ulcer يعني break بيحصل في الجاستريك او دينال ميكوزا. May extend through the muscularis mucosa. The peptic ulcer disease قلنا يعني معناها ممكن تبقى gastric أو ممكن تبقى duodenal ulcer.
لكن it is five times more common in the duodenum compared with gastric ulcer. 95% منهم موجودة في البلب أو البايلوريك كانال. البايلوريك كانال دي في الاستومك، الاستومك فندس وبودي وانترم، والحتة دي اللي هي من الانترم دي اللي حوالين البايلوريك رينج تسمى البايلوريك كانال. ف 95% من الالسر تبقى في البلب أو في البايلوريك كانال. ايه الكومنست كوز بقى، ايه اللي بتعمل البابتيك ألسر ديزيز؟ نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين زي البروفين زي كل الحاجات دي كلها. في انطباع عند بعض الناس يقول لك ان انا باخد النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز باخدهم حقن انجكشن او باخدهم سبوزيتوري، كويس؟ بالعكس لو خدهم حقن وخدهم سبوزيتوري بتبقى انجوريوس مور افكت. ليه؟ لان النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ليهم تو افكتس، واحد فيهم توبيكال افكت اللي هو توبيكال يعني ايه؟ يعني مطرح ما بتنزل بتعمل ألسر، وليهم سيستميك افكت ان هم ثرو ان هم انتي بروستاجلاندين. فكل ما تديهم عن طريق البارنترال يعني اي ام او اي في او سبوزيتوري بيروحوا للسيستميك سيركيليشن اسرع وبتبقى الانجوريوس افكت بتاعهم اكتر. السبب الثاني المهم الاتش بايلوري، واللي اكتشفوا الاتش بايلوري اللي هو مارشال وارن خدوا جائزه نوبل في الطب سنه 95 علشان الديسكفري بتاع الاتش بايلوري از ا كوز فور بيبتيك ألسر ديزيز. الناس دي اللي هم الاثنين دول عانوا، هم كانوا بيقولوا ان البيبتيك ألسر او الجاستريك ألسر او ديجنال ألسر، خد الاسم اللي رايحك، از ان انفكشوس ديزيز. قالوا انتوا مجانين، انتوا مجانين، ان الالسر دي نتيجه اسيد زياده. فالاسيد الزياده ايا كان نتيجته، نتيجه الكحول، نتيجه النون استرويدال، لكن اتس نوت انفكشوس ديزيز. ولو كان كلامكم مظبوط هاتوا لنا الانفكشوس ايجنت، اعزلوا الانفكشوس ايجنت. وقعدوا سنين طويله يحاولوا يعني يشوفوا يعزلوا من الاستومك انفكشوس ايجنت، دي فيلد. لحد مره دي ور لاكي، واحد يمكن استرالي واحد من الستيتس، كانوا بيشتغلوا مع بعض في الستيتس، كان في لونج ويك اند، فكان مفروض يحطوا الزرعه يوم الجمعه، يعني يزرعوا الالسر دي الاستومك اللي سسبكت يكون فيه ألسر التشو اللي واخدينه عشان يشوفوا اذا كان في اتش بايلوري. ودايما كانوا بيزرعوا الجمعه ويستنوا يشوفوا الحد، متاسف يشوفوه الاثنين لان سبت وحد كان الويك اند. فالمره دي كان اللونج ويك اند، كان الجمعه اجازه والاثنين اجازه، فعملوا الكالتشر ثيرزداي وسابوا الكالتشر جمعه وسبت وحد واثنين. هم مش سايبينهم عشان تطلع بكتيريا، لا هم سايبينها علشان في اجازه. فما ديور لاكي انه لما راحوا بعد ما خلصت اللونج ويك اند لقوا ان في البكتيريا، لقيت واحد فيهم خد البكتيريا دي وزرعها وشربها عشان يعرف انها as a cause of Asian he was going to die. he جاله acute infection، طبعا جاله دايريا ما جالوش bleeding. يعني يرجع تاني للاسباب، يبقى النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الاتش بايلوري، احيانا حاجات بتعمل acid هايبر سيكريشن زي الزولنجر اليسون سيندروم اللي هو بيتسمى جاسترينومز. كمان السموكينج من احد الاسباب اللي بتعمل بيبتيك ألسر ديزيز نتيجه النيكوتين. دايما العيان زي ما قلنا العيان بتاع الفيروسز عنده هيستوري سجستيف اوف ليفر سيروزس، العيان بتاع البيبتيك ألسر ديزيز عنده هيستوري سجستيف اوف بيبتيك ألسر ديزيز. يعني هتلاقي العيان ده بيشتكي من ايبيجاستريك بين، البين ده بوست برانديال، البين ده بيريليفد بالفوميتنج، هتلاقيه سموكر، هتلاقيه بياخد اسبرين. لو كان كاردياك بيشن مع الادويه اللي بياخدها بتاعت الاسكيميك كارد ديزيز، او عنده اوستيوارثرايتس، او عنده باك ايك او ني بروبلمز وبياخد اكسس اوف انسيدز. فالهيستوري هنا سواء على مستوى الليفر ديزيز او على مستوى البيبتيك ألسر ديزيز مهمه جدا، ان انت ممكن تو سسبكت ايه in your diagnosis لحد ما تكونفير your diagnosis بالاندوسكوبي. انتوا متابعين معايا؟ معاك يا فندم. طيب علي وسندس اللي في اي وقت feel free لو حد عايز يسالني سؤال، عشان يعني كفايه ان احنا مش عارفين نتقابل actual، فبنتقابل virtual، فات ليست يبقى في عندنا يعني نوع من الانتراكشن. بجد يعني ان شاء الله بجد ريسك اسس
حد كان مسألني حاجة؟ هو شرب بكتيريا بجد، شرب الاشبرلوت بجد الدكتور بيكي. انا مش سامعك يعني. سامعني كده يا فندم كويس؟ سامعك اتفضل. بقول لحضرتك الدكتور الامريكي ده والاسترالي ده شرب البكتيريا بجد؟ شربها. ازاي يعني؟ طيب شربها لان هو كان عايز سنين الناس دي كانوا بور اتاك، ان هم لما يبقى في مرض عندك مثلا تقول لحد انت المالجنسي كانسر ستومك از انفكشوس ديزيز، هيقول لك ده علي ده مجنون. فهم كانوا عندهم قناعه ان في بكتيريا في الاستومك، والبكتيريا دي هي اللي بتسبب الالسر مش الاسيد سكريشن، حتى لو كان ترو الاسيد سكريشن لكن في كوزاتيف ايجنت. لكن مشكلتهم احنا ماشيين بطريقه ساينتفك، دي هاف تو ايزوليت ذيس بكتيريا. فهم دي فيلد ان هم يايزوليت البكتيريا لحد ما حصل القصه اللي حصلها لكم. واذا ما كنتش انا غلطان ده كان سنه 88، هم خدوا جائزه نوبل سنه 95 على الديسكفري بتاع الاتش بايلوري، ان كمان بعد كده الاتش بايلوري طلعت انها كارسينوجين. يعني ال WHO مقسمه الاتش بايلوري انها واحده من البكتيريا اللي بتعمل كانسر، كارسينوجين تايب 1. علشان كده if you find H. pylori you have to treat, you have to eradicate, and you have to confirm انها eradication. لو بتشتغل في الستيتس وقالك انا عنده H. pylori وانت you did not test for H. pylori مثلا كان عنده ulcer، او you tested it was positive you did not treat، او you treated but you did not confirm انها eradicated، وجي العيان ده بعد 10 سنين جاله كانسر ستمك، العيان will see you، العيان ده يرفع عليك قضية في المحكمة وتدفع ملايين انت والمستشفى بتاعتك. anyway نيجي بعد كده للريسك اسسمنت اللي اتكلمته من الليرنينج اوبجكتيف بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه. في كذا طريقه، اللي هو البايلور سكور، سيدر سيناي سكور، روكال سكور، جلاسجو بلاتشفورد سكور، والايمز 65. انا عايزكم تعرفوهم اسامي بس. انا ممكن ازاي اعمل اسسمنت للعيان ده زي ما كنت بعمل كلينيكال اسسمنت في الامرجنسي روم بالبلس والبلد بريشر عشان عنده اورثوستاتيك ولا لا، والفوليوم لوس هل ده غالبا فقد 500 سنتي ولا فقد لتر ولا فقد 2 لتر. هنا كمان في سكورز اقول لكم عليها، في حاجات فيها معقده مش مطلوبه منكم لكن عايزكم تعرفوها اسامي. لكن اللي سهل قوي يتطبق اخر واحد اللي هو الايمز 65. In this score we... طيب في الايمز 65 ده باين من الاسم كده AIMS 65، لو الالبومين اقل من واحد العام بياخد سكور واحد، لو الاي ان ار برولونجد اكتر من 1.5 العام بياخد سكور واحد، لو ما فيش طبعا بياخد سكور زيرو، لو اولتر منتال ستاتس بياخد واحد، لو نورمال ياخد زيرو، لو سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 ياخد واحد، لو اكتر بياخد زيرو، لو ايج اكتر من 65 ياخد واحد. ده فيري سمبل سكور. فانا جاي لك عيان كويس في الامرجنسي روم، انت في حاجات هتشوفها كلينيكالي عمره قدامك، والمنتال ستيتس قدامك، وهتقيس له الضغط قدامك، فثلاث حاجات هتاسس ايميديتلي. وانت بتبعت له معامل مع الهيموجلوبين ابعت له الالبومين والاي ان ار. طيب العيان ده لو واخد سكور خمسة يعني خد واحده، يبقى العيان ده هقول لكم الريسك بتاعه قد ايه. This is a very simple score. السكور ده يجي ياخد العيان اكتر حاجه ياخدها خمسة، اقل حاجه ياخدها زيرو. لو كل حاجة 0 0 0 مش موجودة ممكن ياخد واحد، ممكن ياخد اتنين، ممكن ياخد تلاتة، ممكن ياخد اربعة، ممكن ياخد خمسة من السكور. اسمه AIMS 65. A جاية من الالبومين، I جاية من الاي ان ار، M من المنتال ستاتس، الاس من السيستوليك بلاد بريشر، وال 65 اللي هي السن بتاع العيان. And this year... طيب بصوا كده على الجراف ده، وانا قلت لكم في المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت ان انا يعني بنصحكم بشده ان كل واحد فيكم يركز على او يبقى يلاقي وقت يشوف حكايه الستاتستكس لانها بتفرق معاك كتير جدا. لو بصوا كده على الجراف ده اللي انا حاطه، بس هتلاقوا الجراف ده هنا بيتكلم على المورتاليتي وبيتكلم على الميديان لينث اوف هوسبيتال ستاي تحت موجودين، بنتكلم على السكور. فالسكور هنا كان 0 1 2 3 4 5، الكولم بتاع 5 بس مش موجود البرتقالي. بص كده على الميديان لينث اوف هوسبيتال ستاي، 3 ايام 4 ايام 5 ايام 7 ايام 8 ايام اكتر من 8 ايام. كل ما العيان ياخد سكور ام 65 اكتر كل ما هتلاقي
بيقعد في المستشفى اكتر. طب المورتاليتي هتلاقي هنا المورتاليتي كانت 0% في الناس اللي عندهم 0، اللي واخدين سكور 1 بقت 1.7، اللي واخد سكور 2 ايمز بقت 2.2، اللي واخد سكور 3 ياخد 7.2، اللي واخد سكور 4 بقت 26، اللي واخد سكور 5 غالبا مورتاليتي 100%. يبقى ايه اهميه الريسك اسسمنت او ريسك ستراتيفيكيشن؟ يعرفك العيان ده ناوي يمشي ازاي. فانت بالسكور السمبل ده الام 65 انت شايف ايدج العيان، سيستوليك بلاد بريشر، المينتال ستاتس، هطلب له البومين اي ان ار كويس، هشوف السكور اللي خده قد ايه. لقيت سكور 0 او 1 انا اطمنت على العيان ده، لقيت سكور 4 و5 انا مش مطمن على العيان ده. ده المورتاليتي بتاعت 4 تقريبا 5 اكتر من 25%، بتاعت 5 تقريبا 100%. يبقى اي سكور من السكور دي طبعا ليهم سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي كويس، واكيد انتوا عارفين الفرق بين الاثنين كويس. لكن لو مش عارفين يبقى اخر محاضره حد يفكرني اشرح لكم الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. يبقى دي واحده من الريسك اسسمنت يعني. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الابر جي اي بليدنج قلنا بنقسمه الى حاجتين كبار اللي هم الفارسيال والنون فارسيال. طيب النون فارسيال انا قلت لكم على الاسباب بتاعتها. دلوقتي احنا قلنا نتكلم على في السلايد، قلنا الفارسيال والنون فارسيال، وقلنا المالجنسي والارتيريو فينس مالفورميشن والمالجنسي بايستر. طب نيجي بقى هنا، وات ار ذا كومن كوز اوف ا نون فارسيال ابر جي اي بليدنج؟ 20-50% peptic ulcer disease، 15-20% malary vaster، erosive gastritis أو duodenitis 10-15%. وقلنا الفرق بين الإروجن والألسر، esophagitis وإسوفجيال ألسر 5-10%، malignancy 1-2%، angiodysplasia، arteriovenous malformation أو delafoy. delafoy اللي هي نوع من arteriovenous malformation لكن بتبقى arterial، بتبقى البليدنج بتاعها very aggressive. بتبقى سبميكوزل ارتيريال مالفورميشن، فهي ممكن تندرج تحت اسم الارتيريال فينس مالفورميشن، لكن عشان هي ارتيريال والبينج بتاعها بيبقى سيفير احيانا تتحط لوحدها. لكن اتليست تعرفوا ان الديلافوي دي اي اي يو ال اي اف او اف او اف واي ابوستروف اس، ديلافويز ليجن او ديلافويز ألسر، بتبقى عباره عن سبميكوزل ارتيريال مالفورميشن. Other causes بقى stomal ulcers، الناس اللي عاملين عمليات وفي anastomosis، hemophilia bleeding يكون جاي من البايل تراكت، aorto enteric fistula، coagulopathies، vasculitis، kaposi sarcoma، دي كلها حاجات other and common. لكن ال commonest non variceal upper GI bleeding بنتكلم على peptic ulcer سواء gastric او duodenal، بنتكلم على malary vaster، erosion سواء في الاستومك او في الديدرم او في الاسوفاجس، esophageal ulcer، malignancy، angiodysplasia، arterial venous malformation، delafoy lesion والother causes. طيب non-varicose causes of upper GI management. نيجي للمانجمنت بقى، لوك اللي بيحصل في الريال لايف وايه اللي المفروض يحصل. اللي بيحصل في الريال لايف ريال لايف مش بس في جامعه سعاد كفافي، في مستشفى سعاد كفافي، في معظم الاماكن اول ما يجي عيان upper GI bleeding تلاقي النايب يمسك السماعه ويكلم نايب البطنه يقول له في عندي حاله محتاجه منظار. ده سموه inappropriate، سموه negligence، سموه ignorance، سموه اللفظ اللي تسموه بس خليه لفظ مهذب. This is very very inappropriate. Whenever you have a case of upper GI bleeding اول حاجه تعمل له resuscitation قبل ما اعرف ده varicial ولا non varicial. يبقى بعمل له بشوف له الفيتال ساينز بتاعته، بحط له اي في لاين، ابتدي اي في فلويدز، اخد له عينه بلاد سامبل فور اسسمنت، سي بي سي، ليفر فانكشن تيست، البومين، اي ان ار، احط له اكسجين، وده ريسستيشن. يبقى قبل ما اعمل للعيان ده واساله ولا اي حاجه، عيان جاي لك بابر جي اي بليدنج، نمره واحد تعمل له ريسستيشن بالحاجات اللي انا قلتها. الحاجه الثانيه بقى في تعمل له اسسمنت history عشان تعرف العيان ده عنده history suggestive of peptic ulcer disease، زي من الحاجات اللي قلناها، عيان كبير بياخد aspirin، بياخد non-steroidal، عنده osteoarthritis، cardiac patient، عيان عنده history of liver disease، اعمل له examination ممكن الاقي history suggestive of chronic liver disease زي jaundice، edema، ascites، spinomegaly. النيزوجاستريك تيوب بالرغم انها بتحط اللي هي يسموها الرايل تيوب، لكن في ديبيت عليها، لكن يعني على مستوى الاندر جرادويتس خلينا نتكلم
ان انا بحط له نيزو جاستريك كيوب، يعني اللي هي الرايل كيوب ثرو النوز، انبوبه بتوصل لحد الاستمك. بنغسل بيها، بنطلع بنشوف فيها الدم اللي طالع، بيقلل الفوميتنج الموجود. في ديبيت تتحط او ما تتحطش، لكن بالنسبه لكم تتحط الانجي تيوب. ببعت له لابس، ودي اول وانا بعمل له ريسيتيشن وانا بركب له الكانيولا، بقوم ساحب دم وبعته. الحاجات ايه اللي ببعتها؟ ببعت روتين سي بي سي، ليفر فانكشن تيست، اي ان ار لو العيان دايبريك، روتيني المفروض اطلب البلاد شوجر، اطلب كرياتينين، اطلب الكترولايتس. وبعد كده بعد كده افكر في الاندوسكوبي، وهقول لك امتى التايمنج بتاع الاندوسكوبي. طيب العيان ده جاي لك بيشتكي انه عنده جنب اللي هو vomited blood ان هو ischemic heart disease، ومركب دعامتين وبياخد اسبرين وبلافكس، يبقى العيان ده immediately تبتدي له بروتون بامب انهيبيتور. انا بتكلم عن نون فيريسيل immediately، والدوز بتاعته هقول لكم عليها بدي وقتها اللي هي 8 ملي جرام بير اور، وبعد كده اكمل على انفيوجن. طيب هو في حاجه تانية ممكن اعملها؟ هنعمل اندوسكوبي، لان الاندوسكوبي هنا مش بس دايجنوستيك للنون فيريسيل ابر جي ام بيلينج، ده الاندوسكوبي اسسمنت، وبيعمل لي ريسك ستراتيفيكيشن، اشوف الريسك بتاع البليدنج قد ايه، وكمان ثيرابيوتيك. اي كان ابلاي ثيرابيوتيك موداليتي توقف النزيف زي ما هنتكلم عليها بعد كده. زي الدايثيرمي مثلا يا دكتور؟ نعم؟ زي الدايثيرمي مثلا الكوي بتاع ال نتكلم هنتكلم عليها بعد كده من ايه. تمام؟ في راديولوجيكال تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت. يبقى لو بتكلم دلوقتي على المانجمنت، البرود لاينز بتاعت البيبتيك بتاعت الابر جي اي بليدنج، انا مش عارف اذا كان بيبتيك التر ولا لا، نمره واحد ريسيتيشن من فضلك، دي اهم حاجه. انيشال ستيب، يعني لو جبت لك في الامتحان اقول لك انيشال اند موست امبورتنت ستيب ان مانجمنت اوف ابر جي اي بليدنج، سؤال ام سي كيو، نمره واحد ريسيتيشن، نمره اثنين ستارت بي بي ايز، ثلاثه اندوسكوبيك تريتمنت، اربعه radiological treatment، خمسة surgical treatment، كلهم صح، لكن the most important and the most initial step is resuscitation. surgical intervention. طيب هنيجي الميديكال تريتمنت، قلنا يا ميديكال يا اندوسكوبيك يا راديولوجيكال يا سيرجيكال. ده التريتمنت. الميديكال تريتمنت في البيبتيك ulcer disease اللي انا suspected ان هو بيبتيك ulcer disease لحد دلوقتي I'm not confirming. انا I will confirm او rule it out بالبايوبسيس، متاسف بالاندوسكوبي بلس اور ماينس بايوبس. يبقى البروتون بامب انهيبيتور بديها ازاي؟ بدي الدوز بتاعتها 80 ملي جرام بولس اي في فولود باي انفيوجن اوف 8 ملي جرام بير اور فور 48 اند 72 اورز. واي انفيوجن؟ ليه ما اديش ال 80 ملي جرام دي اديها اورال، اودي ال 40 8 ملي جرام بير اور دي ادي كل 5 ساعات قرص 40 ملي جرام؟ لانه to stabilize a clot you need to keep the pH فوق 6، you have to keep the pH alkaline. فلو ان انت لما بتدي راس او بتدي اورال ال pH بتبقى acidic، وبعدين تبقى بتاخد ال PPIs تبقى alkaline، ال pH كل ما تقل ال pH يبقى acidic، كل ما زاد تبقى alkaline. يبقى الانفيوجن عشان to maintain a pH all the time above 6 علشان to stabilize the clot. بعد كده غالبا بكمل بعد كده بعد ال 72 ساعه دول، لو العيان ريسبوند غالبا قبلها اكون عملت منظار، هكمل على الستاندرد دوز بتاعه البروتون بامب انهيبيتورز الاولر. هل في رول للاتش بلوكرز؟ الحقيقه الاتش بلوكرز دلوقتي ما حدش بقى يكتبها في الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر ديزيز الا نادرا، لان انت عندك ادويه مور بوتنت اللي هي البروتون بامب انهيبيتور. الاتش بلوكر تيستينج فيري فيري امبورتنت، يعني من اهم الحاجات ان انت يو هاف تو اسس انه as a causative agent الراجل اللي موت كان هيموت نفسه عشان يكتشف ال H pylori. We have to test for H pylori، لكن we have to be careful انه غالبا بيطلع، او يعني ما اقدرش اقول لكم غالبا، لكن في بعض الاوقات بيطلع negative at the time of upper GI bleeding، فمفروض نعمل له test later on. بص كمان لو العيان ده كان عنده concomitant use of non-steroidal anti-inflammatory drugs او anti-coagulants you have to stop وتشوف لو كان في other risk. ده الميديكال تريتمنت. يبقى الميديكال تريتمنت البيز لاين الكورنر ستون بتاعه هو البروتون بامب انهيبيتورز. سو اول ذس حتى قبل الاندوسكوبي، يعني الناس قالت لقيت ان البروتون بامب انهيبيتورز قبل الاندوسكوبي
نفسها ممكن توقف البليدنج، وممكن حتى تساعدك ان انت وانت بتعمل منظار تلاقي الدنيا اسهل يعني. كنترول ذا بليدنج. طيب ايه رول اوف اندوسكوبي ايرجنت اندوسكوبي؟ الاندوسكوبي دايجنوستيك، يبقى هيشخص لي العيان ده بالظبط عنده ايه، عنده جاستريك ألسر، عنده ديدينال ألسر، عنده ديلافوي، عنده ارتيري فينس مالفورميشن، عنده ايروجن، عنده كانسر. كويس. تاني حاجه بتابلاي ثيرابي اللي كان بيسالني عليها دلوقتي علي، وانا اقول الثيرابي عباره عن ايه. والحاجه الثالثه بيعمل لي ريسك ستراتيفيكيشن. انا في تقسيمه هقولها لكم دلوقتي في الاندوسكوبي، ات كان بريدكت الريبليدنج والمورتاليتي. يعني انا ممكن اتوقع حسب التقسيمه دي، زي ما الام 65 اداني سكور من 0 ل 5، ودي تعرف تقريبا الهوسبيتال ستي تبقى اطول في الناس اللي عندهم سكور اعلى، المورتاليتي اعلى في الناس اللي عندهم سكور اعلى، لحد ما تبقى ممكن تبقى 100% في الناس اللي عندهم 5. طيب علشان اخوانك زمايلكم بتوع الامرجنسي روم، او انتوا لو اشتغلتوا في الامرجنسي روم، لما اقول ايرجنت اندوسكوبي يعني ايه؟ ايرجنت اندوسكوبي يعني اندوسكوبي within 24 اورز. ات دازنت مين اندوسكوبي دلوقتي اون ذا سبوت. ناس تقول لك خليها 12 ساعه، لكن الكونسنسس انه يوجوالي اندوسكوبي within 24 hours. اوكي، يبقى emergency endoscopy او urgent endoscopy بنتكلم على 24 ساعه. خلينا اقول لكم هنا الايه we have ال classification ده. لما اعمل منظار للعيان، في حاجه اسمها forest classification for risk assessment. بتتقسم الى forest 1 وforest 2 وforest 3. انا هجيب لكم صور للحاجات دي كلها. طيب forest 1 بيبقى عباره عن سبيرتر، انت شايف كده ألسر، والألسر دي بتنزل سبيرتر. سبيرتر يعني في very high pressure، غالبا بيبقى arterial. الـ active bleeding لكن اوز بيسمى forest 1B. يبقى في forest 1A اللي هو arterial spurting، وforest 1B اللي هو الاوز. الـ risk of free bleeding في الـ spurter حوالي 100%، في الاوز 17-100% حسب different studies. طيب نيجي forest 3. forest 3 في signs of recent 2A وB وC. 2 بيبقى visible vessel والrebleeding فيه بيبقى عالي 8-81%، او plot adherent plot عليه، وده الريسك اوف ريبليدنج بيبقى حوالي من 15-35%، او هيماتين كفرد فلات سبوت والريسك هنا 0-13%. فورست 3 اللي هو نو ستجماتا، تلاقي ألسر ما عندهاش نو ستجماتا، هنا الريسك تقريبا بيبقى من 0-10%. يبقى الريسك اسسمنت هنا بحاجه اسمها الفورست كلاسيفيكيشن. الفورست 1 او 2 او 3، الواحد A او B، A سبيرتر 2 اوز، 3 A او B او C، A visible vessel 2 clot، مش 2 قصدي، يعني 2A visible vessel، 2B sentinel clot، forest 2C hematine covered flat spot. اما forest 3 there is no stigmata. طب نيجي نشوف الكلام ده بقى على حاجات شويه عشان we'll go back. طيب نيجي العينه اللي على الشمال ده خالص، اللي هو اللي من شمال ليمين، الاكتيف بليدنج سبيرتر ده اللي جنبه نون بليدنج فيسل، في فيسل في النص كده صوره نقطه حمراء. الحاجه الثالثه، الصوره الثالثه من الشمال فيها كلوت. الصوره الرابعه فيها دوت اللي دي تسمى فورست 3 فورست 2 سي. اما الكلين ألسر بيس دي اللي هي الصوره الموجوده. طيب خلينا ناخد شويه صور اكتر عشان نعرف بالظبط. This is an example. ده سبيرتر. سبيرتر يعني ايه؟ شايفين كده الدم طالع نافوره في وشك باين في المنظار، ده بيسمى forest 1A اللي هو spurting، and this is a very high rate of bleeding mortality فيهم، في حتى لو نزيف وقف في risk of re-bleeding. يبقى forest 1A ده spurt. انتوش مطلوبين الحقيقة انتو تعرفوا التفاصيل، لكن لو حد شاطر عرفها انا يعني very simple. انت بتعمل ريسك اسسمنت اندوسكوبي اللي هو الفورست كلاسيفيكيشن، يا واحد يا اثنين يا ثلاثه. واحد معناها اكتف بليدنج، لو سبيرتر يبقى ايه، لو اوز يبقى بي. اثنين معناها ريسن بليدنج، ريسن بليدنج ده يا اما فيز
فيسل، يا اما ادرنك كلوت، يا اما فلاس فات فورستري لوكين انسر بيس. طيب انا هسالكم سؤال على فكره في اخر المحاضره، هنا هتلاقي ده ألسر بيس، ده فورستري فيري كلين ألسر 0 ل 10% تقريبا. الناس دي كمان ما بتحتاجش اندوسكوبيك تريتمنت، اللي بيحتاجوا اندوسكوبيك تريتمنت اند ذيس بيشنت از اللي هم الفورست 1 سواء اي او بي، والفورست 2 اي او بي، فورست 2 سي اللي هو فلات سبوت مش محتاج، وفورست 3 ما بيحتاجوش. في حاجه حصلت؟ سامعني كده؟ سامعين حضرتك كده. اوكي انا عندي حاجه حصلت وبعد كده رجع تاني. اوكي نيجي نيجي هنا بقى الليجن دي، لو بصوا هتلاقوا هنا في الوسط الالسر، هنا في الالسر الفتحه دي، الفتحه البالوريك رينج اللي هي بين الاستومك وبين الديدونم، هنا تلاقي الالسر كده موجوده وفيها نقطه حمراء موجوده في الوسط، ده بتسميها هيم بيجمنت اللي هو فورست 2 سي، وده برضو اللي عندنا مش محتاج اندوسكوبيك تريتمنت. يبقى الريسك ستراتيفيكيشن هنا عرفني ايه؟ عرفني نمره واحد الريسك اوف فري بليدنج، الحاجه الثانيه مين تعمل له علاج اندوسكوبيك ومين مش محتاج علاج اندوسكوبيك. محتاج علاج اندوسكوبيك قلنا فورست 1 سواء اي او بي، فورست 2 اي او بي، لكن فورست 2 سي مش محتاجين، وفورست 3 مش محتاجين. ناو دي وات، طيب زي ما كان بيسالني علي ايه اللي انا الاندوسكوبيك ثيرابي كان بيقول لي تعمل لهم كوتري او حاجه زي كده. كذا حاجه بتتعمل، انجكشن ثيرابي يعني تحقنه بحاجه تعمل لها فازوكونستريكشن زي الادرينالين او السلايم، ممكن تعمله كوتري زي ما كان بيقول علي اللي هو الثيرمال، يبقى في انجكشن في ثيرمال، في ميكانيكال، ميكانيكال يعني تحطوا ابلاي كليبس، في سيرجيكال كليبس كده بتدخل كليبس بيتفتح زي كليبس الجراحي زي بتاع الدباسه كده وتقوم مدبس البلاد فيسل او الباند ليجيشن. في حاجه ريسنت اسمها الهيمو سبراي او كومبينيشن من الاباف موداليتي. يبقى انا لو عندي بليدنج بيبتيك ألسر قلنا في ميديكال تريتمنت، والميديكال تريتمنت اتكلمنا عليه بالبي بي ايز مينلي، الاندوسكوبيك تريتمنت يا اما انجكشن يا اما ثيرمال يا ميكانيكال يا سبراي يا اما كومبينيشن من كل الحاجات اللي كانت موجوده موداليتيز. طيب فيلير تو كنترول بليدنج، يعني ايه فيلير الاول تو كنترول بليدنج باي اندوسكوبي؟ فيلير قبل ما احنا قلنا ان في ميديكال تريتمنت، في اندوسكوبيك تريتمنت، وبعد كده في راديولوجيكال تريتمنت، وبعد كده في سيرجيكال تريتمنت. طيب الميديكال والاندوسكوبيك تريتمنت دول اتس ا ماست، لان المنظار انت حتى لو مش هتعمل ثيرابي لكن بتعمل منظار للدايجنوزس للكونفرميشن بتاع الدايجنوزس وللريسك اسسمنت، وتعرف السبب ايه لو كان عنده مثلا مالجنسي غير بيبتيك ألسر ديزيز. لكن الراديولوجيكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت محدش بيروح لهم غير لو حصل فيلير في التريتمنت. طيب الفيلر بتاع التريتمنت ده ديفاين از ايه؟ ديفاين ان انا ابلايد اندوسكوبيك تريتمنت مرتين باي كومبيتنت اندوسكوبست او جاسترونترولوجيست، وبالرغم من كده العيان لسه بينزف او الهيموجلوبين بتاعه ناقص اكتر من 2 جرامز، يبقى الفيلد اندوسكوبيك تريتمنت بعد ما عملته مرتين، مره حقنته مره عملت له كاوي مره حقنته مره عملت له كليبس بينهم على الاقل 24 ساعه، واللي عاملهم واحد كومبيتنت او الهيموجلوبين ناقص بتعتبر ده فيلير، تروح بعد كده لايه؟ للراديولوجيكال. هو الجراح ممكن يعمل الاشعه، ممكن يعمل ايه الانترفنشن راديولوجيست غالبا بيعمل امبولايزيشن، بيخش راديولوجيكال ثرو الفيدنج فيسل لانه النزيف ده بيحصل من ارتيريال لحد ما يشوف الفيدنج فيسل الصغير اللي بينزف ده ويحقن ماده تعمل امبولايزيشن. اخر حاجه بقى السيرجيكال تريتمنت، السيرجيكال تريم بيخش يعمل اندر رانينج، اندر رانينج يعني ياخد غرز كده، فيري ريرلي يعمل ريسكشن، فيري ريرلي في البناين ألسر الا بقى لو كان عين عنده مالجنس. يبقى كده في الـ في الـ في الجزء بتاع المانجمنت اتكلمنا على الميديكال تريتمنت، اتكلمنا على الاندوسكوبيك تريتمنت، اتكلمنا على الراديولوجيكال تريتمنت، اتكلمنا على السيرجيكال تريتمنت. So the take home message. طب انا ايه عايز اقوله لكم بقى في اخر المحاضره كويس على بتاعه البيبتيك ألسر ديزيز؟ احنا دلوقتي فاضل يعني دلوقتي الساعه 8 ل 10 غالبا المحاضره بتاعه الفيرسس دي هقولها لكم تاخد بقيه الوقت بتاعه المحاضره، لكن كده احنا ماشيين اون تايم مظبوط. يبقى ان التيك هوم مسج بتاعه المحاضره دي ما تنسوش الريسك اسسمنت زي الام 65 وانا هقول لكم تعمل ازاي،
ما تنسوش ان دايما اهم حاجه ريسيتيشن والبلاد ترانسفيوجن. هنا بس عايز اقول لكم حاجه على البلاد ترانسفيوجن، في تو بوليسي من البلاد ترانسفيوجن، في حاجه اسمها ريستريكتيف بوليسي وحاجه اسمها ليبرال بوليسي. ريستريكتيف بوليسي يعني جالك عين بينزف افضل اديله دم، متاسف ده الليبرال بوليسي، افضل اديله دم لحد الهيموجلوبين ما يزيد بقى 10. في ريستريكتيف بوليسي اللي يقول لك لا وصل الهيموجلوبين لحد ما يبقى 8 8.5. الغريب انه لقوا ان الموربيديتي والمورتاليتي اكتر مع الليبرال بوليسي. فحكايه دايما حتى اقول للدكاتره النواب اللي عندنا، احنا زمان كنا نفضل ندي العيان دم ده او باك دو ار بي سيز لحد ما ننزل الموجب يقول لك فوق 10، لا غالبا احنا بنفولو دلوقتي الريستريكتيف بوليسي لان لقوا ان الليبرال بوليسي معاها مور ريبليدنج. يبقى الريستريكتيشن مهم بالاي بي فلويدز لحد ما يجي الدم، بعد كده بدي بلاد ترانسفيوجن لو كان ريستريكتيف بوليسي ولا ليبرال، لا الريستريكتيف بوليسي، بدي كريستالويدز، بندي البروتون بامب انهبيتور اي في بولس 80 ملي جرام فولد باي انفيوجن 8 ملي جرام بر اور فولد باي اورالي، وليه اي في عشان تو مينتين البي اتش فوق الستة، بعمل اندوسكوبي ويذن 12 تو 24 اورز. ارجنت اندوسكوبي مش معناها ايميديتلي، لو عملت ارجنت اندوسكوبي والعين بينزف ممكن في ريسك اوف اسبيريشن، مش هتعرف تشوف الليجن، مش هتعرف تعمل اسسمنت كويس، مش هتعرف تعمل ابلاي ثيرابي. وقلنا الاندوسكوبيك تريتمنت للناس اللي عندهم فورست واحد سواء A أو B، فورست اثنين سواء A أو B، غالبا دول ثيرابي. دول ثيرابي يعني ايه؟ يعني بعمل انجكشن مع ثيرمال، اعمل ثيرمال مع كليبس. ومحدش بيحقن دلوقتي الانجكشن ثيرابي لوحدها، لقوا ريبليدنج فيها اعلى. وي هاف تو تيست فور اتش بايلوري واراديكيت، اعرف الريسك فاكتور زي السموكينج، زي النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، زي الانتي كاجريشن. هي دي مالتي ديسيبلينري ابروتش، محتاجه فيزيشن، محتاجه سيرجن، محتاجه انترفنشن راديولوجيست مع بعض عشان في الاخر يبقى في سكسسفول اوتكم. اند ذيس از اور اكشوالي دي اخر حاجه فيها الجايد لاينز بتاع اليوروبيان سوسايتي، لو حد فيكم يعني انترستد انه يعرف معلومات اكتر هيلاقي الريفرنس ده موجود بتاع اليوروبيان سوسايتي. واعتقد دي اخر محاضره، على بال ما اعمل ابلود للمحاضره الثانيه لو حد فيكم عنده سؤال عايز يساله. حد عنده سؤال عايز يساله في الجزء الاولاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي ايفريوان، علي معايا؟ سامعني؟ أنا معاك يا دكتور. طيب حد عنده سؤال ولا نبتدي على طول في الجزء الأولاني بتاع النون فارسيال أبر جي آل بليدنج، ولا نبتدي في الجزء بتاع الفارسيال؟ ده هو مفيش سؤال يا دكتور. تمام. طيب أنا دي واحدة بس أجيب زيس مايا ممكن؟ اتفضل يا فندم. طيب نتكلم على الفارسيال بليدنج، نفس الكلام اللي كنا بنتكلمنا هناك، هنتكلم على الليرنينج اوبجكتيف ديفينيشن كلينيكال اسسمنت كلاسيفيكيشن. هنا بس في حاجه اسمها برايمري وسكندري بريفنشن اقول لكم عليها، بعد كده تريتمنت ميديكال اندوسكوبيك راديولوجيكال سيرجري. فنفس نفس السكيما، هو نفس السكيم الموجود مانجمنت اوف بنفس الطريقه. المانجمنت اول حاجه initial evaluation مهم جدا زي ما كنا بنتكلم عليه، history نفس اللي قلناه، resuscitation، transfusion policy هكلمكم عليها اتكلمت عليها هناك واقول لكم عليها برضه هنا بسرعه، هنتكلم على الفازو اكتيف دراجز والانتيبيوتيك ثيرابي والاندوسكوبيك دايجنوزيس اند ثيرابي، وهل في نيو ابروتش ولا لا للفاريسيال بين. طيب هنلاقي هنا steps in the management of acute variceal bleeding. اول حاجه الانيشال ايفالويشن، تلاقي نفس الكلام هو تقريبا، مفيش فيه
تغيير. انت بتيفالويت السيفيريتي اوف بليدنج بالسي بي سي بالفايتال ساينز، تاخد ميديكال هيستوري بنفس الطريقه، هتشوف ساينز اوف كرونيك ليفر ديزيز، هتلاقي ايفالويشن للسيفيريتي بتاعت ليفر ديزيز، بتعمل تشايل بيو كلاسيفيكيشن. انا متاكد انكم احنا اعتقد اتكلمنا عليه في بنتكلم على الليفر سيروز المره اللي فاتت. هنبص على انفكشن ونأسس رينال فانكشن بيو ان وكرياتين والكترولايتس، وايفالويت الكارديو ريسبيراتوري ستاتس بالاي سي جي والبلاد جاز. يبقى الايفالويشن هو نفس الايفالويشن بتاع الفيروسيال وبتاع النون فيروسيال، بس طبعا في حاجات بتزودها اكتر. لو انت شاكك في العيان ده عنده فيروسيال، فتشوف مثلا بدور على ايتيولوجي بتاع الليفر سيروزس، بتشوف للتشايل بيو كلاسيفيكيشن على واحد عنده جوندس وعنده اسايتس وعنده البومين. لو كانت الايمز 65 هي الريسك اسسمنت او هي الاسسمنت او الايفالويشن بتاع الناس اللي عندهم بيبتيك ألسر ديزيز او النون فيروسيال ابر جي اي بليدنج، هنا التشايل بيو سكور ما هوش ريسك البليدنج، لكن بيأسس السيفيريتي بتاعت الليفر ديزيز. لانه كل ما السيفيريتي بتاعت الليفر ديزيز كلها ما زادت، كل ما في الاخر البروجنوز بتاعه بقى اسوأ، كل ما التشانس اوف بليدنج بتبقى اكتر، كل ري بليدنج بيبقى اكتر. تمام. بعد كده الريساسيتيشن بنفس الطريقه اللي بنتكلم عليها. بتعمله ازاي؟ قلت بتحط فينوس لاين كويس، انك بتحط تو بيج بريفرال فينوس لاين، احيانا بتحط سنترال لاين. يو هاف تو بروتكت الابر اير واي سواء في الفيروسيال او النون فيروسيال، بس بالذات في الليفن ستريس عليه في الفيروسيال اكتر. ان المشكله الناس اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز ووصل لمرحله السيروزس اللي بقى دي كومبنسيتد سيروزس وبقى عنده بورتو هايبرتنشن ونزف، غالبا وين دي فوميت بلود بيجي لهم هيباتيك انسيفالوباثي. ممكن تقولها انسيفالوباثي، ممكن تقولها انكيفالوباثي، زي ما انت عايز. فبالتالي يو هاف تو بروتكت، لان العين بيبقوا مش كونشس. الانسيفالوباثي في محاضره ليكم على الهيباتيك انسيفالوباثي جريدز مختلفه، لكن العين ممكن يبقى دراوزي اب تو يبقى كومبليت كوما، فالعيان they might aspirate. Transfusion policy. Transfusion policy. كويس، انا قلتها لكم بس هرجع اقولها تاني. يبقى الجول ايه؟ الهدف دايما قلنا اول حاجه evaluation resuscitation. resuscitation. ايه الجول؟ الجول to preserve tissue perfusion. To volume replacement should be initiated to restore and maintain hemodynamic stability. بتلاقي دايما لو انت عملت، قلنا العيان بينزف نص لتر مش عنده اي hemodynamic instability، لو ابتدى ينزف لتر يعني 20% من his blood يبقى عنده ortho، يبقى orthostatic. لو نزف 40% زي ما علي كان بيقول، يعني نزف 2 لتر اللي عنده بيبقى شق. فانا عايز volume. طيب volume ده دم، لازم التارجت بتاعي في الدم ان يبقى تمن هوجم اراوند 8. كويس، وقلنا على الليبرال ترانسفيوجن ان هو في ريستريكتيف بوليسي وفي الليبرال بوليسي، فتلاقي الجزء ده نفسه انا كنت في المحاضره دي احيانا. كويس، انه لقوا ان الترانسفيوجن استراتيجي، بصوا بقى على، تعرفوا الكلام ده مبني على ايفيدنس ازاي. يعني انا دلوقتي على فكره من ضمن الناس المنزعج جدا من المانجمنت اللي بيحصل دلوقتي للكوفيد 19. الدكاترة للأسف، بعض الدكاترة قاعدين حاطين روشتات جاهزة، بريسكريبشن جاهزة على الكوفيد 19، فيها كورتيزون وفيها انتيبيوتكس كومبينيشن، منها اي في انتيبيوتكس وفيها انتي كوايجريشن. مفيش حاجة اسمها ريسك اسيسمنت، مفيش حاجة اسمها تجيب العيان ده تقول ايه سيمتوماتيك، او عنده مايل كيس، او عنده مودريت كيس، او عنده سيفير كيس، او عنده كريتيكال كيس. انت كل عيان هياخد انتي كوايجريشن لو عشان عنده الدي دايمر عالي، وفي الاخر دي مايت داي فروم بليدنج. I know يعني somebody who died from intracerebral hemorrhage نتيجة anticoagulation خدها، it was not indicated. ناس جالهم diabetes أو عنده diabetes to uncontrolled، وأنا بديه الستيرويدز very high dose ودخلوا في ketoacidosis. Anyway، فالحاجات مفروض تبقى based on policy on evidence. فلما نيجي هنا مثلا بصوا المقارنة دي هنا في الـ further bleeding، الناس اللي عندهم child A and B اللي هم عندهم سيروزس الى حد كبير كومبنسيتد، لقوا ان الريبليدنج بيحصل في 11% من الناس اللي فولوينج الريستريكتيف بلاد ترانسفيوجن بوليسي. الليبرال بوليسي 22%.
يبقى بالرغم ان هو المنطقي لما تقعد تفكر تقول لي يا سيدي واحد بينزف انا اعوضه بدم، كل ما اعوضه دم اكتر كل ما يبقى احسن، بس اون ستارز طلع مش احسن، طلع ان انت لو اديت دم ليبرال علشان تومنتين هيموجلوبين 10 و11 و12 وتدي العيان 10 و12 و13 كيس دم، المورتاليتي بتاع الريبليدنج عندهم 22%. نفس المجموعه اللي عندهم تشايل اي ان بي لو خدوا ريستريكتيف بوليسي الريبليدنج عندهم 11%، اولموست دبل. طب تعالى للتشايل سي بيشنت، الريستريكتيف بوليسي الريبليدنج كان 25%، الليبرال بوليسي كان اكتر بس ما كانش الفرق سيجنيفيكانت عالي، كان 28%، لكن كان الفرق كبير جدا في الناس اللي عندهم تشايل اي ان بي اولموست دبل. طيب اللي احتاجوا جراحه الريستريكتيف سيرجري الريستريكتيف بوليسي 2% من اللي خدوا ريستريكتيف ترانسفيوجن عشان تومنتين هيموجلوبين اراوند 8، الليبرال 6%، ثلاث اضعاف. حتى الهيمودايناميك تشينجز اللي كانت موجوده زي الهيباتيك فينس بريشر جريدينت كويس، لما كان ما حصلش تشينجز مع الريستريكتيف بوليسي، واحنا دايما بنحب ما يبقاش فيه تشينجز، لو حصل زياده في الهيباتيك فينس بريشر جريدينت ده بيزود الريسك فري بليدنج. يبقى كده عندنا ايفيدنس ان البلاد ترانسفيوجن كويس الريستريكتيف بوليسي احسن من الليبرال بوليسي. واضحه دي يا مروه؟ دكتور عندي سؤال. أيوة. اتفضل. هو ايه اللي بي ايكوال 0.04 دي او 0.3 دي؟ دي احصائيه، عشان كده بقول لك البي دي لما تقول تقارن اي رقم باي رقم، واخد بالك يعني؟ تعالى للليبرال استراتيجي اللي موجوده نيد فور سيرجري، شايفها علي؟ يا فندم، اللي هو مكتوب جنبها البي تساوي 0.04، عشان كده قلت لكم انا من المره اللي فاتت لازم تبقى لما باجي اقارن اي رقمين في حاجه اسمها البي فاليو. احصائيا عشان تبقى الفرق احصائي اسمه statistical significance لازم البي فاليو دي تكون اقل من 0.05، فدي 0.04 يبقى ده statistical significance، هو باين بالارقام دي 2% ودي 6%، لكن لما تبص على اللي فوقيها اللي هي الفيردر بليدنج في التشايلد سي بيشنت، بالرغم ان الليبرال بوليسي كان الريبليدنج 28% والريستريكتيف كان 25%، لكن البي فاليو 0.33 يعني ما هياش ليها ستاتستيكال سيجنيفيكانس. يعني مش مطلوبه منكم دلوقتي، لكن على الاقل وانت بعد كده لما تقرا البيبر لازم تعرف انه في بي فاليو دي معناها هل الكلام ده ليه سيجنيفيكانت احصائي ولا ملوش سيجنيفيكانت احصائي. لكن كل الداتا دي اللي انا قلتها دي بتسبورت ان الريستريكتيف بوليسي از مور يوزفول ذان ليبرال بوليسي، مع ان ده ضد المنطق، تقول لا اديه دم كتير يبقى يتحسن. عشان كده احنا نمارس ايفيدنس بيز ميديسن اللي هو الطب المبني على البراهين، مش بالفهلوه. طيب هل في حد قال مثلا الناس اللي عندهم ليفر سيروزز دول لو انا صلحت الكواجلوبات انتو فريش فروزن بلازما، او لو كان عنده غالبا الناس اللي عندهم ليفر سيروز عندهم ترومبوسيتوبينيا هل هيتحسن؟ هل اديهم بليتلت او اديهم كواجليشن فاكتور؟ ما فيش عندنا ديتا خالص قالت الكلام ده، وده برضو في الايفيدنس بيزد ميديس. طيب نيجي على الفازو اكتيف دراجز. فازو اكتيف Before talking about... خليني أقول لكم حاجة. The best approach in the management of acute esophageal varices, combination of vasoactive drugs and antibiotic prophylaxis from admission followed by endoscopic therapy. يعني لو في سلايد واحدة عايزكم تفتكروها من كل المحاضرة دي، مش بس عشان الامتحان، إذا كان الامتحان مهم، لكن الأهم من الامتحان الريال لايف، لما تخرجوا تبقوا دكاترة كلكم عارفين بتعملوا إيه، تبقى عارف الريسك اسسمنت ايه. السلايد دي لو في حاجه واحده عايزكم تطلعوا بيها من العيانين دول جنب الريسيتيشن والايفالويشن والريستريكتيف بوليسي وكل الحاجات دي كلها، لكن لو في حاجه في المانجمنت هم ثلاث حاجات: فازو اكتيف دراجز، انتي بايوتيك بروفيلاكسيس، اندوسكوبيك ثيرابي. طيب ايه الفازو اكتيف دراجز؟ الفازو اكتيف دراجز دول اللي هم زي التورليبريسن بيعملوا فازو كونستريكشن اوف ذا فيسترال ارتريولز
resulting in diminishing the portal pressure. It dose 2 milligram, بتاخده every 4 hours, IV. Side effect طبعا بيعملوا vasoconstriction للvisceral arterioles. بيعملوا blanching. Blanching يعني ايه؟ يعني بيض. Colic, vomiting, diarrhea. Contraindication اكيد لان هو بيعملوا vasoconstriction على الarterioles في الناس اللي عندهم ischemic heart disease وفي البريجننسي والناس اللي عندهم hypertension. طب في حاجة تانية غير الترليبريسن او جلايبريسن؟ اه. في حاجة اسمها synthetic somatostatin اللي هو الساندوستاتين. It's less effective, like it's more safe. It does that to 50 microgram per hour IV infusion. Usually we give it for 48 to 72 hours up to 5 days. يبقى الفازو-active drugs, اللي تكون الفازو-active drugs, antibiotic prophylaxis, endoscopic therapy, الفازو-active drugs, اللي هم المشهورين, اللي هم الترليبريسن والجلايبريسن والساندوستاتين. طيب, ال-insuspected variceal bleeding, vasoactive drugs should be started as soon as possible before endoscopy. لو تفتكروا في المحاضرة التانية, العين جاي لك في الامرجنسي روم, لقيت عنده 65 سنة, عنده ischemic heart disease, بياخد aspirin, بياخد Plavix, ما عندوش أي stigmata of chronic liver disease, start PPIs on the spot. لأن ده غالبا suspecting إن ده non-variceal upper GI bleeding. طب عين جاي لك بجوندس وليفر وسبلين واسايتس, start vasoactive drug. بس خلي بالك, قلت لكم المره اللي فاتت ان 25% من الناس اللي هيبقى عندهم يعني suspected عندهم variceal bleeding, لما تعمل endoscopy بتلاقيهم بينزفوا من non variceal cause. عنده varices بس ما بتنزفش, بينزف من portal gastropathy او من peptic ulcer disease, لكن on a clinical grounds I will give a vasoactive drugs سواء terlipressin او الgliopressin, they should be continued for 5 days. طيب بعد كده بقى الانتيبيوتيك بروفيلاكسيس, انتوا اهم ثلاث حاجات, فازو اكتف, انتيبيوتيك بروفيلاكسيس, اندوسكوبيك تريتمنت. طب الانتيبيوتيك ريشنال فور انتيبيوتيك, ليه انتيبيوتيك؟ قلت لكم انها اهم حاجه. يعني ايه الفكره في الانتيبيوتيك في الناس اللي عندهم فيروسيه البليني؟ دايما السيروتيك بيشنت دي ار ات انكريزد ريسك اوف انفكشن. نفس البليدنج بينكريز الريسك اوف سبسس. الهيموراجيك شوك, it increases bacterial translocation. Antibiotic prophylaxis is an integral part of therapy in cirrhotic patient with upper GI bleeding and should be instituted from admission. الevidence قال انه بيimprove حتى المورتاليتي بتاعة الناس اللي عندهم liver cirrhosis. يبقى انت on a clinical suspicion, العيان ده جالك في الامرجنسي روم, عنده stigmata of chronic liver disease, عنده hematemesis, عملت له evaluation, عملت له assessment, عملت له resuscitation, ابتديت على طول vasoactive drug, you have to start antibiotic prophylaxis. طب تبتدي ايه؟ orally؟ غالبا لا. orally برغم انها recommended as antibiotic, لكن غالبا العيان جايك في الاكيوت اتاك ده يبتدي له intravenous ceftriaxone اللي هو الروسفان should be considered في كل البيشنت دول. لكن الكينيلونز ممكن تديهم اي في, ممكن تديهم اورال. فانت يو كان ستارت بالسيفتراكسيون وبعد كده تشفت البيشنت دول على اورال كينيلونز بعد يومين او ثلاثه, لكن الانتيبيوتيك بروفيلاكسيس از ان انتجرال بارت في البيشنت. طب في حاجه اسمها سانجستيكن تيوب, انا جايب لكم بس الصوره بتاعتها دي, ودي كانت تروح المتحف المصري خلاص بطلنا نستعملها. لو الصوره اللي فوق دي دايما وانا نايب من 25 سنه ولا اكتر, وتتلاقي في جيبي السانج ستيكن تيوب دي فيها بالونتين, بالونه منفوخه في الاستومك وبالونه منفوخه في الاسافجس. هي عباره عن انبوبه بتعديها من النوز بتاع العيان لحد ما توصل للاستومك. اوصل ما توصل للاستومك فيها يعني من بره فتحتين, فتحه بتنفخ الاستومك بالون اللي هي عامله زي الكره المدوره دي, وفتحه اللي زي الخياره دي اللي فوق دي بتنفخ الاسوفجيال بالون عشان تعمل كومبريشن للاسوفجيال فيروسز. دي كانت الاول, دي في الهيستوري موجوده. دلوقتي this is very serious, لانه it has been found ان انت لو نفخت البالونه دي على الفيروسز اللي هي عباره عن اورده لها very thin wall, بتعمل لها كومبريشن, لكن كمان بتعمل لها بريشر نيكروزس. لما تيجي تعمل لها ديفليشن للبالون دي بعد 48 ساعه, العيانين بيجي لهم تورينشال بليدنج, موستلي they die. فعشان كده this is historical, بس اللي هي السانج ستيكن تيوب حد سألك عليها قول له it shouldn't be used anymore, it should go to the Egyptian museum. دي حاجة historical, كان بتعمل pressure necrosis مع الديفليشن بيحصل torrential bleeding.
بالرغم للاسف ان في بعض الاماكن لسه بيستعملوها لحد دلوقتي، اللي ما عندهمش ادويه لافازو اكتيف دراجز، ما عندهمش فاسيلتي فور اندوسكوبي، يقول لك احطها بدل ما العيان از جوينج تو داي. لكن انا بتكلم على الستاندرد اوف براكتس. طيب الاندوسكوبيك دايجنوزس زي ما قلنا هناك اندوسكوبيك، يبقى هناك اتكلمنا على سواء هناك في اصل لما هناك يعني على البيبتيك ألسر ديزيز اللي هو ميديكال اندوسكوبيك راديولوجيكال سيرجيكال. الميديكال هنا اتكلمنا على الفازو اكتيف والانتي بايوتيك، نتكلم دلوقتي على الاندوسكوبيك تريتمنت. الاندوسكوبيك تريتمنت وكلمنا على التايمينج بتاع الاندوسكوبي، وان ايرجنت اندوسكوبي معناه اندوسكوبي ويذن 12 to 24 hours. طيب الليجيشن بعمل ايه للعيان ده؟ التريتمنت بقى يبقى الاندوسكوبي هنا ايه؟ بيشخص لي السورس اوف بليدنج ان هو فاريسيال او نون فاريسيال. طيب انا لقيت ان هو فاريسيال وان العيان ده عنده فيروسز، الفيروسز دي هل هي جاستريك فيروسز ولا هل اسوفجيال فيروسز؟ وممكن في نفس البيشنت تلاقي اسوفجيال فيروسز وتلاقي جاستريك فيروسز. بعمل لها ايه؟ بعمل لها ليجيشن، بتربطها، هوريكم شويه صور للليجيشن، او تحقنها اسمها سكليوثيرابي، او تحقنها بماده اسمها تيشو اديزف عامله زي الامير كده، عامله زي الاوهو، بتسمى جلو اللي هو ايزوبيوتايل 2 سيانو اكريليت. يبقى الاندوسكوبيك تريتمنت ايذر انجكشن ثيرابي اور ليجيشن ثيرابي اور تيشو اديزف. التيشو اديزف ده برضه كايند اوف انجكشن ثيرابي. طيب الارتكل دي انا ام براود اوف ات، لانه انا وانا واز جيتنج ماي تريننج ان ذا ستيتس، المكان اللي كنت بشتغل بيه في يعني المستشفى في كاليفورنيا في لوس انجلوس، هم اللي ابتدوا ربط الدوالي. يعني دي انفنتد قبل كده كان الحقن السكليوثيرابي، دي انفنتد الباند ليجيشن. وانا جيت بعد كده لما رجعت مصر ستارتد التكنيك هنا ونشرت البيبر دي اللي هي اندوسكوبيك سكليوثيرابي فيرسس اندوسكوبيك فاريسيال ليجيشن اند ذا مانجمنت اوف بليدنج اوسوفجيال فيرسس ا بروسبكتيف راندومايزد ستدي. دول كان في البيشن عندهم سومال هيباتيك فايبروزس. البوتوم لاين انه طلع ان الباند ليجيشن اتس مور افكتيف ذان سكليوثيرابي، والعيانين بيحتاجوا جلسات، يعني سواء الربط او الحقن بيتربط في جلسات، لكن العيانين بتوع الربط بيحتاجوا عدد اقل من الجلسات والبليدنج عندهم اقل. فبالتالي بعد شويه غالبا هتلاقي في معظم الاماكن دلوقتي الستاندرد انيشال ثيرابي فور تريتمنت اوف اوسوفجيال فيروسز اللي هو الباند ليجيشن. ويعني انا ام براود ان انا ذا وان هو انتروديوس ذس ان ذس كونتري. طيب لو تلاحظوا هنا دي اكشوال، هنا تلاقي الفيركس بينزف وتلاقي في رابر باند موجوده كده، في ديفايس بيتركب على طرف المنظار وبطريقه معينه لها تكنيك وي كان ريليز الباند ليجيشن عشان تلاجيت الحته ايه اللي بتنزف. دي انجكشن ثيرابي. تلاحظوا هنا في ده المنظار وهنا في ابره طالعه، ده فاندل فيركس باي ذا واي، بنحقن التيشو اديزف. لكن انت الخلاصه ما انتش مطلوب انك تعرف من كل التفاصيل، تعرف في اندوسكوبيك تريتمنت. الاندوسكوبيك تريتمنت يا اما انجكشن يا اما ليجيشن. الليجيشن هو اللي بريفيرد ميثود، وما فيش داعي تقول ان الدكتور سامح هو اللي انتروديوس التكنيك ده في مصر عشان ما حدش يزعل منكم. وان الليجيشن افضل من السكليوثيرابي كافكتفنس للكنترول اوف بليدنج بيتر، كعدد جلسات اقل، كري بليدنج اقل. هل في حاجات تانية؟ هل في نيو ابروتشز ممكن تبقى موجوده؟ في حاجه اسمها التيبس. التيبس دي اتس راديولوجيكال زي ما قلنا اندوسكوبيك، في بعد كده راديولوجيكال اللي هو التيبس اللي هو ده اختصار كلمه ترانس جاجولر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شانس اللي هي تي اي بي اس، ترانس جاجولر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شانت. دي حاجه بتعمل راديولوجيكال كانه بيعمل شانت بين البورتال سيركوليشن والسيستميك سيركوليشن عشان يقلل البورتال بريشر فيقلل البليدنج. لكن طبعا مشكلتها ان انت لما بتباي باس الليفر بالشنط ده الناس دول بيجي لهم هيباتيك انسيفالوباثي. في ستنس كمان بتتعمل، وفي دلوقتي هيموستاتيك باودر زي الهيمو سبراي اللي قلت لكم موجود في النون فيريسيال بليدنج برضه موجود هنا. بصوا هنا بقى هنا في سبيرتر
ده ال باي ذا واي الفورست كلاسيفيكيشن قلت لكم هناك ده اللي هو 1 و2 و3 ده بينطبق على البيبتيك ألسر ديزيز. يو كان نوت ابلاي ذس على الفاريسيال بيدنج، لكن كمان في حاجه اسمها ستنت. ستنت دي دعامه ممكن تحطها راديولوجيكال تقفل البليدنج. شايفين هنا اول صوره كان في سبيرتر، هنا الدعامه بتتحط، هنا بعد ما اتحط الدعامه والبليدنج وقف. يبقى اتكلمنا على الاندوسكوبيك تريتمنت ليجيشن سكليروثيرابي، اتكلمنا على الراديولوجيكال تريتمنت اشهر حاجه فيها التبس، لكن كمان ممكن نحط الستنت. وات از برايمري بريفنشن اوف بريسيل؟ بعد كده بقى السيرجيكال تريتمنت. انا اقول لكم في اخر 20 25 سنه لا الجراحين عايزين يشتغلوا، عيانين دول بيموتوا، ولا احنا بنحول حالات للجراحين. معظم الحالات وي كان مانج يا اما بالميديكال تريتمنت يا اما بالاندوسكوبيك تريتمنت او بالراديولوجيكال تريتمنت. طيب نيجي بقى للبريفنشن اوف بليدنج. هنا في حاجه اسمها برايمري بريفنشن وفي حاجه اسمها سيكندري بريفنشن. البرايمري بريفنشن خلاص انا اول فينش ان 5 مينتس، بعد كده اديكم 5 مينتس اسئله، بعد كده بخلصنا المحاضره. برايمري بريفنشن يعني بريفنشن اوف فيرست بليدنج ابيسود، يعني عيان عنده فيروسز and he never bled before. الناس اللي عندهم liver cirrhosis المفروض ان انت بتعمل لهم follow up. من ضمن الفولو اب ده انه بيعمل معامل وبيعمل ultrasound including alpha fetal protein في المعامل كل 6 شهور، وبيعمل endoscopy كل سنه علشان to identify viruses. وبعدين الفيروسز دي ليها تقسيمه انها high risk viruses ولا low risk viruses. الهاي ريسك viruses بنعمل لهم intervention علشان نمنع الفيرست bleeding episode، يبقى اسمه primary prevention. امال ايه secondary prevention؟ secondary prevention عيان نزف فعلا وانا عملت له حقن وبعد كده عايز امنع الفيرذر bleeding episode، يبقى لما بتكلم على primary prevention prevention of the first bleeding episode. بمنعها ازاي بقى؟ بالبيتا بلوكرز زي البروبرابينول من الدوز بتاعتهم من 40 ل 160 ملي جرام بير داي، او الكارفيدولول يوجوالي 6.25 ملي جرام. طب هل ممكن اندوسكوبيك؟ يس، ممكن نعمل اسوفجيال فاريسيال ليجيشن للناس اللي عندهم هاي ريسك فيروسز. في شويه علامات كده لو لقيتهم على الدوالي الموجوده اقول العيان ده هينزف، اسمهم شير ريد سبوتس، هيماتوسيستيك سبوتس، ريد ويل مارك. ما انتوش مطالبين تعرفوا الكلام ده، لكن نعرف ان انا بعمل للعيانين دول اللي عندهم ليفر سيروزس سكريننج كل سنه اشوف عنده فيروسز ولا ما عندوش فيروسز، ولو عنده فيروسز هل في لو ريسك اوف بليدنج ولا هاي ريسك اوف بليدنج. لو كان في هاي ريسك اوف بليدنج يبقى ساعتها العيان ده محتاج يا بيتا بلوكرز يا اما ليجيشن. عشان كده كلمه الاسسمنت دي مهمه جدا. لو تلاحظوا قلناها واحنا بنتكلم على النون فيروسيال الخمسه سته سكورز، وقلنا نستعمل ام 65 الاسسمنت في الناس كلينيكال اسسمنت لو للسيفيريتي اوف بليدنج. الناس الأورثوستاتيك لو البولس بتاعه زاد 20 أو السيستوليك قل 15 ل 20. هنا الفيروسز بعمل لها assessment. دكتور من غير assessment هياخد قرارات خاطئة. لازم أعمل assessment. الassessment ده لازم يتعمل بتولز. الناس اللي عملوا الـ AIM 65 اللي اتعمل Child Pew Classification اللي شايف الـ High Risk Viruses دي احتمالات نزفها قد إيه، they spend lot of time و effort و research علشان يوصل للمعلومة دي اللي احنا we should apply. طيب السكند prevention يبقى prevention of subsequent bleeding episode. انا جالك النهارده عيان نزف من viruses وبعدين انا عملت له ligation. طيب الligation ده قلنا مش جلسه واحده، ده جلسات. طب بين الجلسه والجلسه عايز اعمل prevention، غالبا بديله بيتا بلوكرز العيان ده، لكن كمان انا بكمل الligation او بكمل sclerotherapy واحيانا بعمل بقيه الحاجات كلها تبس وسيلف اكسباندبل ستنت وسيرجري، بس غالبا دول اخر ثلاثه دول او اخر دول ما بيستعملوهمش. لكن السكند بريفنشن مينلي بالبيتا بلوكرز او بالباند ليجيشن او بالسكليروثيرابي. طيب اللي انا عايز اقوله المسج من المحاضره اللي بتاعت الاكيوت فيرسيال بليدنج، يبقى الريسك اسسمنت زي ما كان هناك ام 65 في البيبتيك ألسر ديزيز. انا بتشايلد بيو تديك فكره عن مش البليدنج، فكره عن السيفيريتي اوف ليفر ديزيز. الريسسيتيشن حاجه انيشال مش الاندوسكوبي الاول، والبلاد ترانسفيوجن ريستريكتيف بوليسي اي في كريستالويدز. قلنا هنا بنستخدم الفازو اكتيف دراجز والانتي بايركس والاندوسكوبيك تريتمنت، هم الثلاث حاجات اللي عايزكم تعرفوا يطلعوا بيها من المحاضره دي. ايرجنت اندوسكوبي يعني اندوسكوبي ويذن 12 تو 24 اورز. بعمل ليجيشن او سكليروثيرابي. في حاجات ثانيه، في حاجات راديولوجيكال زي التبس
زي السيمز اللي هو الستنس اللي هو سيلف اكسباندبل ميتال ستنس، زي الهيمو سبراي الجراحه اللي غالبا برضو حاجه زي السانج ستيكن تيوب كده، لا الجراحين بيحبوا يعملوها ولا بقى عندهم خبره والمورتاليتي اولموست 100%، ولا احنا عندنا الفيلير اللي بيضطر للجراحه. وعرفنا الفرق بين البرايمري والسكند بريفنشن، وبرضو ده محتاج المالتي ديسيبلينري ابروتش. ثانك يو سو ماتش. وثانك يو سو ماتش. طيب كده يعني almost on time خلصنا المحاضرتين، وانا هعمل لكم ابلودنج ليهم بعد ما اخلص على طول دلوقتي على الكورس ماتيريال لو حد عايز يراجع فيهم حاجه. لو حد عنده اسئله دكتور حضرتك سامعني؟ اتفضل يا علي. دلوقتي بالنسبه هو ده كومبليكيشن بتاع الليفر سيروزز، فانا دلوقتي يعني انا عارف انها بتحصل كتير بالذات خاصه في مصر يعني اليومين دول، يعني كمان عشان فيروس سي والبلهارسيا. طب احنا مثلا لو عالجنا الكوز نفسه الهيباتيك سيروزز ده، مش ده يبقى احسن من انا كل شويه يعني يفضل يجي لي بيشنتس بالكومبليكيشنز دي والكلام ده، انه مثلا اعمل سكريننج قبل ما حد يجي له سيروزس قبل ما اخش في كده، لان دي اصلا مرض انديميك عندنا يعني برضو، ورغم ان الاحصائيات بتقول ان احنا يعني المرض بيديكريز، بس هو لا هو انديميك ويعني موجود بعدد مهول لسه يعني. اكيد 100%. بس انا دي احنا كده ده انت سؤالك على الليفر سيروزس على المحاضره غالبا بتاعت المره اللي فاتت، كويس ان احنا ازاي تمنع الليفر. فاكر لما قلنا هل السيروزس ريفرسيبل ولا ريجريس، فاكر يا علي ولا كنت معانا؟ احنا قلنا هل السيروزس ريفرسيبل يعني يبقى نورمال ولا بتريجريس، لكن هنا المحاضره دي بنتكلم على الناس اللي اوريدي بقوا سيروتيك وجالهم فيروس. You have to deal with them. على فكرة حتى انت لما بتوقف البليدنج انت ما عالجتش السيروزس، عشان كده جزء من الناس دي انت بتعالج، بس انت don't like patient to die من البليدنج، انت بتعالجه لحد ما تشوف الباتم لاين ايه العلاج النهائي بتاعه ايه، انت لانك ما عالجتش السبب زي ما انت قلت. لكن العيان ده في وقت من الاوقات ممكن يبقى to be assessed for liver transplant، لكن لحد دلوقتي الاستاديز كلها قالت الايفيدنس بيقول ان العيانين دول they improve من الانترفنشن اللي بيحصل دي كومبليكيشن. ما هو لو حصل كومبليكيشن من ديزيز وعيان جاله كومبليكيشن، الاحسن اعمل له بريفنشن مظبوط زي ما انت قلت، لكن لو جالي كومبليكيشن I have to deal معاها. لكن في الاخر انا عارف ان انا this is not cure for the patient, I'm treating the bleeding، لكن السيروزس الاندرلاينج ستيل موجود ومش هيروح السيروزس ده غير لو كان في حاجه قدرت اعملها، عنده هيباتيتس سي فديته علاج، فالسيروزس هيريجريس مش هيبقى ريفرسيبل يعني يبقى باك تو نورمال، لكن لما يريجريس العيان هيمبروف او ات مايت نوت ريجريس، العيان ده هيادفانس فيجيله مثلا هيباسو كارسينوما، كويس فساعتها يو هاف تو ديل مع الكومبليكيشن، في علاج للهيباسو كارسينوما انك بتحسن حتى المورتاليتي بتمبروف المورتاليتي، لكن في الاخر في بعض العيين دول هيحتاجوا ليفر ترانسبلانت. تمام يا فندم شكرا. لا في حد عنده اسئله ثانيه؟ ايوه ساندوس. دكتور هو نقدر نستخدم السكليروثيرابي في البرايمري بريفنشن للفاريسز؟ لا برافو عليكي في السؤال ده، برافو عليكي. بصي الاستاديز ساعتها قبل ما تطلع الباند ليجيشن لقيت ان السكليروثيرابي ات مور هازاردس، فعشان كده في البرايمري بريفنشن يو كانوت يوز السكليروثيرابي. في ستاديز طلعت ايفيدنس بالرغم من شوف الموداليتي نفس الموداليتي اندوسكوبيك تريتمنت، لكن طلعوا الباند ليجيشن اتس بيقلل البليدنج بيحسن المورتاليتي. سكليروثيرابي لا، فيو كان نوت يوز برايمري بريفنشن يا بيتا بلوكرز يا باند ليجيشن، يو كان نوت يوز سكليروثيرابي. تمام شكرا يا دكتور. لا دكتور حضرتك منظور انت معانا ولا خلاص مشيت؟ انت مش معقول تحضر المحاضره برضه منظور من اولها لاخرها، مش معقول تقعد تحضر كل المحاضرات يعني، عيب عليك كفايه انت بتكوردينيت يعني. طيب لو ما فيش اسئله ثانيه شكرا جزيلا ليكم، وشكرا للدكتور احمد منظور هو اللي عمل كوردينيشن
للميتنج دي وللميتنج اللي فات، وهعمل لكم هنزل لكم دلوقتي حالا على الكورس ماتيريال، واعتقد هتبقى نازله بالصوت which is better يعني، عشان لو حد عايز يراجع هتلاقي نفس الكلام اللي انا قلته ده هتلاقيه موجود على مع السلايدز. وثانك يو سو ماتش، وكل سنه وانتم طيبين، وستاي سيف، واللي ما خدش فيكم التطعيم يروح يسجل وياخد التطعيم، وسيبكم الكلام الفارغ اللي بيتقال على الانترنت، الثرومبوزس والكلام ده كلام نوت ساينتفك. اللي قدامك خده، استرازينيكا، جونسون، فايزر، ساينوفارم، انا عارف ان في حاجات مش موجوده في مصر، ستاي سيف، وان شاء الله نشوفكم على خير. لو ما فيش اسئله تانية يبقى ثانك يو سو ماتش، ويل ليف مي، باي باي. شكرا لحضرتك، العافيه، باي باي، مع السلامه.